برحب بحضراتكم مرة تانية من داخل كنيسة العذراء بسخة كفر الشيخ. الكنيسة العريقة هي من أول الكنائس اللي كانت موجودة في مصر، فبالتالي المذبح اللي فيها من أقدم المذابح الموجودة في مصر. ولكن هو الفارق اللي هنا أنه مش مذبح واحد، احنا عندنا المذبح الأول الموجود من القرن الرابع الميلادي، المذبح الثاني اللي مبني عليه هو من القرن الحادي عشر من وقت الحاكم بأمر الله. الحاكم بأمر الله ده كان وقته كمان اضطهاد شديد جدا، تقريبا هدمت في مصر حوالي 30 ألف كنيسة، لكن إرادة ربنا أن يتم مذبح في هذا المكان في وجود الحاكم بأمر الله. والمذبح الثالث الموجود فوق الاثنين دول هو في عهد محمد علي بوثيقة رسمية بختم وشعار محمد علي بسماح بوجود مذبح في كنيسة العذراء بسخة بكفر الشيخ. تاريخ عريق للكنيسة كان قبلها مبنية على دير،